طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي ندخل على طول في المحاضرة. احنا كنا عملنا الكوست لودينج وحطينا عليه الريسورسز وحطينا عليه الكوست ورفعنا جزء منه على البريمافيرا. النهارده هنبتدي نشتغل شوية على البريمافيرا، نشوف ازاي هنعرف نعمل العلاقات ما بين الاكتيفيتيز، وازاي نحول بقى الاكتيفيتي ليست ديت الى برنامج زمني. فهنبتدي على طول عشان ما نضيعش وقتكم، وانا هشغل الشيرنج. يا ريت الناس كلها تاكد معايا ان الشيرنج شغال. بتقول ان الشير شغال عندها. طيب هنبتدي على طول نخش، هنقفل الشات وهنبتدي نشتغل على البريمافيرا، وبعد كده نرجع لكم تاني لو في عندكم اي استفسارات. زي ما وصلنا المره اللي فاتت، احنا وصلنا لان احنا عندنا برنامج زمني عليه شويه كوست. البرنامج الزمني ده احنا حطينا عليه بعض الريسورسز، يبقى عندنا ان احنا عايزين نعمل العلاقات ما بين الانشطه علشان نبتدي نطلع الستارت والفينش بتاعت كل نشاط. اول حاجه احنا لازم في حاجه نعرفها، ان في علاقات ما بين كل نشاط ونشاط. لازم نبقى نعرف انواع العلاقات دي. فينش تو ستارت، يعني النشاط واحد لازم يخلص علشان النشاط اتنين يبتدي. يعني انا قلت الاكسكافيشن مثلا علاقته بالباك فيلينج ان فينش تو ستارت، يبقى لازم الاكسكافيشن يخلص فينش علشان الباك فيلينج يستارت. دي اول علاقه. في عندنا علاقه ثانيه اسمها ستارت تو ستارت، لازم الاكسكافيشن يستارت علشان الباك فيلينج يستارت. في عندنا علاقه اسمها فينش تو فينش، يبقى الاكسكافيشن لازم يبقى فينش عشان الباك فيلينج فينش مثلا. ونقدر نحط لاج ما بين الانشطه، يعني انا ممكن اقول ان الباك فيلينج هيخلص لما الحفر يبتدي، بعد ما الحفر يبتدي مثلا ب 10 ايام. هتبقى في الحاله دي العلاقه ان دي فينش تو ستارت والحط لاج 10. طبعا الكلام ده هيتشرح بالتفصيل وهنفهمه كلنا عن لما نيجي نحط العلاقات ما بين الانشطه. دلوقتي احنا عندنا الديوريشن الافتراضيه لكل نشاط عندنا واحد. طيب لو احنا عايزين نوصل للبرنامج الزمني ده ان هو يخلص في خلال مثلا سنه، في طريقتين او في كذا طريقه لان احنا نحط الديوريشن. ان احنا نبتدي نحط الديوريشن الاول وبعد كده نحط العلاقات، او نحط العلاقات وبعد كده نظبط الديوريشن بحيث انها تطلع معانا في الاخر نفس المده الزمنيه اللي احنا عايزينها. طيب دلوقتي هنبتدي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط ديوريشن افتراضيه لكل الانشطه وليكن 30 يوم. فانا هاجي مثلا على الاكسكافيشن وهخلي واحد دي هكتبها 30. كويس؟ وهم جاي بقى حاطط ال 30 دي على كل الانشطه اللي عندي. فببساطه هعلم اخر نشاط وهطلع لفوق، وبالشيفت هعلم اول نشاط. طيب انا عايز بقى اعمل حاجه اسمها فيل، يعني عايز اخلي كل الانشطه دي تاخد ال 30 يوم اللي فوق. فهعمل كنترول واي، كنترول واي، ده هيخلي لي الانشطه كلها تاخد نفس الديوريشن اللي عندي اللي هي 30 يوم. دي بس انا عملتها علشان ايه؟ يعني تكبر لي البار بتاع الديوريشن فاقدر اظبط العلاقات بتاعتي. طيب انا هبتدي دلوقتي احط العلاقات. اول حاجه، اول علاقه عندي ان الباك فيلنج مش هينفع يخلص غير لما الحفر يكون خلص. او فهاجي من العلامه اللي هنا دي اللي هي ريليشن شيبس لاينز، شايفين السهم ده؟ هضغط على السهم ده. السهم ده بيسهل لي جدا 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 ان انا اعمل علاقات ما بين الانشطه. بدل ما هعمل افتح كل نشاط واكتب له العلاقه مانيوال، لا، السهم ده هيخليني اعمل الانشطه بطريقه سهله جدا جدا جدا. طيب تعالوا ناخد بالترتيب المنطقي للبنود. انا هقول عندي اول نشاط الحفر. الحفر ده
مش هقدر ابتدي خرسانه عاديه غير لما الحفر يخلص. فهاخد من الحفر هقرب كده ناحيه البند او لغايه ما يجي علامه السهم دي، وهعمل كليكه هبتدي يسحب عندي لاين اهو. اللاين ده بقول له لما يخلص ده ابتدي لي ده. واضحه؟ يعني بقول له السهم اللي حصل دلوقتي ده قلت له لما يخلص الحفر ابتدي لي الخرسانه العاديه. وهبتدي اعمل رن للبرنامج الزمني واشوف ايه اللي يحصل. رن عندي من اف 9 او من هنا من عن طريق سكيدول، وبقول له سكيدول بيقول لي رن. شفتوا حضرتك ان البند ده اتحرك بقى مش هيبتدي غير لما الحفر يخلص. طيب احنا عاده ما بنستناش لغايه لما الحفر يخلص بنسبه 100% علشان نبتدي الخرسانه العاديه. فانا ممكن في الحاله دي اقول له من الريليشن شيب هنا اقف على بي سي كونكريت وهقول له ده فينش تو ستارت، بس اديني فرق 10 ايام، يعني هقول له سالب 10 علشان ان الخرسانه العاديه تبتدي قبل ما الحفر يخلص ب 10 ايام. هبتدي اعمل ران واشوف ايه اللي حصل. بص حضرتك ده الاكتيفيتي ده رجع 10 ايام قبل ما الحفر يخلص. معلش انا هرجع لكم تاني واشوف اسالكم يا ترى رتم الشرح سريع ولا بطيء. لغايه كده دلوقتي كله يعني تهيألي مفيش حاجه صعبه احنا قلناها صح؟ الشرح مش واضح، يا ريت يعني ما يستعجلش لان احنا هنكرر الخطوات دي اكتر من مره، فلو ما فهمتهاش من اول مره هتفهمها بعدين. بس انا شايف ان الاغلبيه بتقول ان الشرح واضح يبقى كده تمام. طيب هنرجع تاني نكمل على البريموفيرا. طيب دلوقتي انا قلت للخرسانه العاديه ما تبتديش غير لما الحفر يخلص، وابتدي قبل ما الحفر يخلص ب 10 ايام. كويس؟ هنا بقى هبتدي اظبط الديوريشن، لان عشان احط اللاج لازم احط الديوريشن. فهخلي دي 30 ودي 30 زي ما هي مفيش مشكله. طيب الخرسانه المسلحه تبتدي امتى؟ لما الخرسانه العاديه تخلص. نفس الحكايه هقرب من الخرسانه العاديه كده وهسحب السهم احطه عند الخرسانه المسلحه، وبعدين اقول لها يا خرسانه مسلحه ما تبتدي قبل ما الخرسانه العاديه تخلص برضو ب 10 ايام. فهحط في خانه اللاج هنا سالب 10، وبعد كده هعمل له ران علشان اشوف البرنامج بتاعي وصل لغايه فين. وممكن اطبق بقى بقيه العلاقات ديت استمر على 10 ايام ما بين كل الانشطه، ان برضو الكولوم نيكس هتبتدي بعد ما الخرسانه المسلحه تخلص، وهيبقى فيه لاج 10 ايام سالب 10، وهعمل ران برضو علشان اشوف الدنيا ماشيه ازاي. بعد كده عندي الجريد بيم. الجريد بيم على حسب بقى، هي الجريد بيم هتبقى ريست اون فلور يعني لازم اعمل ردم الاول، ولا هتبقى هتبقى معلقه وبعد ما اعمل الجريد بيم او جاي رادم. فاحنا هنفرض ان هي هنا معلقه، فبرضه هبتديها بعد ما اخلص رقاب الاعمده وهديها برضه سالب 10 ايام واقول له رن. طيب كده احنا وصلنا لمرحله ان احنا عايزين نعمل السلاب اون جريد. السلاب اون جريد لازم تتعمل بعد ما نكون عملنا الردم. طيب قبل ما نعمل الردم لازم نكون عملنا العزل. فهنيجي على العزل المفروض نحطه، لو هو محطوط علينا في البرنامج الزمني هنحط عزل، بس اعتقد ان احنا ما حطيناهوش ولا ايه؟ طب هو غالبا مش محطوط البند بتاع العزل، بس خلينا فاكرين نبقى نحطه بعدين. طيب هنا بعد ما خلصت الجريد بيم المفروض هردم، فانا هقول للباك فيلينج ابتدي بعد لما الجريد بيم تبتدي ب 10 ايام. يبقى هنا العلاقه تبقى ستارت تو ستارت، هاجي هنا من عند الجريد بيم واخد سهم احطه عند الباك فيلينج، يبقى هنا اصبحت العلاقه عندي ستارت تو ستارت. وفي الحاله دي هحط بقى اللاج بالموجب مش بالسالب، وهحط اللاج عندي مثلا 15 يوم بعد ما تبتدي الجريد بيم هيبتدي عندي الردم.
وهعمل سكيدول. ده عندي الجريد بي اللي راد ما هو الباك فيلينج ابتدى بعد ما الجريد بي انفذت ب 15 يوم. طيب بيبقى عندي السلاب جريد هتبتدي بعد ما الباك فيلينج مثلا يخلص او خليها فينش تو ستارت كده، وهنحط هنا انها تكون قبليه برضو ب 15 يوم وهعمل ران. طيب ممكن احط بقى شرط تاني، ممكن احط شرط تاني للسلابون جريد. اقول السلابون جريد ما ينفعش تبتدي غير لما الجريد بيم تكون خلصت ب 10 ايام مثلا. فهم جاي حاطط هنا فينيش تو ستارت، اقول للسلابون جريد ما تبتديش غير لما يكون الجريد بيم خلص ب 10 ايام. وهنعمل ران. شوف حضرتك اصبح الشرط الثاني ده اللي انا حطيته هو الكريتيكال، واصبح عندي الباك فيلينج ما هواش كريتيكال لان بقى لونه اخضر اهو زي ما حضرتك شايف، والجريد بيم بقى لونه احمر هو والسلاب جريد. فده بيحدد لي يعني لو الباك فيلينج اتاخر كام يوم مش تبقى مشكله عندي، اللي فيه حاجه اسمها فلوت. فلوت دي عدد الايام اللي بيتاخرها البند من غير ما ياخر المشروع. طيب هنخش بعد كده على الجراوند فلور كولر. انا عندي اعمدة الدور الارضي اقدر ابتديها امتى؟ هنقول والله لما الجريد بيم تخلص هبتدي اعمدة الارضي، وفي الحالة دي هقدر ابتدي قبليها ب 15 يوم. اقول له كده. وبعدين انا هقول الجراوند فلور سلاب والسيلز، هزود المده بتاعتها شويه هخليها 45 يوم، وهخليها تبتدي لما الاعمده تخلص، ودي هحط لها بس 10 ايام اوفرلاب. اوفرلاب يعني تبتدي قبل ما البند يخلص. وكل ما بعمل علاقه بعمل ران اشوف البرنامج الزمني بتاعي وصل لغايه فين. طيب انا هثبت ال 45 يوم دي بتاعت الاس اوف، عدل كل أنشطة الأس أوف ل 45 يوم. وبعد كده هبتدي دلوقتي الشاشة اللي عندي دي كبرت قوي، فأنا مش عارف آخد من هنا لهنا، فممكن آجي أقف على الشهر لغاية ما تجيني علامة العدسة وأعمل كليك وأسحب ناحية الشمال هيصغر لي السكيل، لو سحبت ناحية اليمين هيكبر لي السكيل. فانا هسحب ناحيه الشمال عشان اصغر السكيل علشان اكمل بقيه العلاقات بتاعتي. هاخد من الجراوند فلور سلاب، انا هقول ان لما الجراوند فلور سلاب دي تخلص هبتدي الفيرست فلور كولوم، وهاخد فيها برضو لاج 10 ايام. وبعد كده انا اقدر اكمل بقى بقيه الانشطه كلها فينش تو ستارت، وبعد كده اظبط اللاج. اقدر دي فينش تو ستارت، دي فينش تو ستارت، فينش تو ستارت. وبعد كده اقوم جاي مظبط بقى موحد اللاج. احنا اتفقنا ان ده هيبقى سالب 10 ايام، وكل اللاج اللي عندي هخليه سالب 10 ايام، والسكند فلور كولوم دي هخليها سالب 10، ودي سالب 10، سالب 10، سالب 10، سالب 10، ودي كمان سالب 10. بعد كده هعمل ران للبرنامج بتاعي، اصغر السكيل تاني. طيب انا كده شايف البرنامج بتاعي اهو ابتدى فين ورايح فين وجاي منين. انا لغايه دلوقتي عندي اوريجينال ديوريشن بقت 420 يوم. طبعا 420 يوم ده احنا متفقين ان هو المفروض احنا عايزينه سنه. من 13 جون 2011 بقى عندي 18 جنوري 2013. معنى ذلك ان انا ماشي غلط، الديوريشنز اللي انا حاططها دي غلط خالص.
فهرجع اعدل الديوريشنز بتاعتي. يعني مثلا هنا الاكسكافيشن ده ممكن اخليه 25 يوم، وخلي دول كلهم 25، وزي ما اتفقنا اقدر اخد ال 25 دي اعلم اول واحده واخر واحده، ومن كنترول اي اعمل فيل فكله يتغير. هنا ديت هقللها برضو، هخليها 25، وده هخليه 35، واعمل ده 25 35 25 35. الديوريشن يعني هو الكتاب لو حبينا نعملها زي ما الكتاب بيقول هنجيب برودكتيفيتي ومعرفش ايه ونشوف البنود عندنا هتطلع كام، بس احنا بنعملها تراي اند ايرور، وممكن بعد كده نرجع للبرودكتيفيتي ونعدل تاني في الديوريشن، مش هتبقى مشكله. هنعمل سكيدول، فاصبح انا عندي من 13 جون ل 24 اوجست. طبعا اذا كان ده مناسب ليا ببقى اوكي، مش مناسب برجع اعدل في الديوريشن تاني. طيب تعالوا بقى نخش على حاجه كويسه قوي دي، احنا 30 برضه. اعمال المباني مثلا، طب معلش هرجع لكم تاني برضه اتاكد ان الناس معاه تاني، ولو في مشكله ان الناس الصوت مش واضح او كده المحاضرة هتبقى تترفع وهبعت لكم الروابط بتاعتها تقدر تبقى تسمعها تاني. طيب دلوقتي احنا عملنا السوبر ستراكشر، عملنا كل العلاقات بتاعته. نخش بقى على الراف فينيشز، هنبتدي الماسونري وورك بتاعت الجراوند فلور مثلا. هنقول والله انا هبتدي الاعمال المباني بتاعت الجراوند فلور لما السقف بتاع الجراوند فلور يخلص. فهاجي من فينيش جراوند فلور وهبتدي اعمال المباني بتاعت الجراوند فلور. وبعد كده هعمل له رن. طيب ناخدهم بقى ايه المترتب على اعمال المباني. هقول لما المباني تخلص هبتدي بلاستر، ولما البلاستر يخلص هبتدي سيراميك، وممكن بعد بدايه السيراميك ابتدي الستون وابتدي الجرانيت لو فيه، ونعمل رن نشوف هتوصلنا لغايه فين. بعد كده هعمل نفس اللي عملته الجراوند فلور هعمله في الفيرست فلور. هاجي لما الفيرست فلور السقف يخلص، يخلص دي معناها يتفك كمان يعني مش تبقى عامل حسابات في الديوريشن، هبتدي اعمال الماسونري، وبعدين فينيش تو ستارت للبلاستر، وبعدين فينيش تو ستارت للسيراميك، وكل ده يبتدي مع بعضه في نفس الوقت. ممكن احط شرط تاني، لان لو عندي مجموعه مثلا ميسون واحده اقول له والله ما تبتديليش اعمال الماسونري او اعمال المباني في الفيس غير لما يكون الجراوند خلصان، فهاخد شرط تاني من هنا واقول له ما تبتديليش ده غير لما ده يكون خلصان، ونعمل رن. هو البروفيرا هيقول لنا بقى مين الكريتيكال اكتر. يعني لو وقفت هنا هلاقي ان الفيرست فلور سلاب تخلص هي اللي اكتر. وهعمل نفس الشرط ده في السكند فلور برضه الديوريشن دي. هاجي اقول له ما تبتديليش سكند فلور غير لما السكند فلور سلاب تكون خلصت. هاجي اخد من هنا وبعدين اخد العلاقات بقى من هنا كده، فينش تو ستارت فينش تو ستارت. بعد كده هاخد ستارت وستارت، هاخد برضو من احنا وصلنا للسيرت، هاخد من السيرت هنا كده اوصله بده، ومن هنا الماسونري فينش عشان البلاستر يبتدي، والبلاستر يخلص عشان السيراميك يبتدي، واقدر ابتدي سيراميك وستون وجرانايت في نفس الوقت.
والروف برضو لما الروف يخلص هبتدي الماسونري، لما الماسونري يخلص هبتدي البلاستر، ولما البلاستر يخلص هبتدي السيراميك. واعمل رن. وابتدي احط العلاقة اللي احنا قلنا عليها ان انا عندي مجموعة ميسون واحدة. عندي مجموعة ميسون واحدة، فبثبت لما الميسون يخلص من فلور يخش على الفلور الثاني. ان بعد كده حتى لو ملهاش تأثير دلوقتي، بس ممكن يكون ليها تأثير بعدين على البرنامج لو في حصل ديلي في أي حاجة. وهعمل ران وسكيدول كده تمام. طيب أنا عايز بقى أخش دلوقتي على أعمال البينتينج. وأنا عندي أعمال بينتينج هربطها بأعمال البلاستر. طيب ممكن بقى أعمل حركة ظريفة إن أنا أعمل فلتر على كل ما هو بينتينج وبلاستر بس. علشان ما يبقاش قدام البرنامج كله. أنا ممكن أعمل فلتر من هنا، آخد كلمة بلاستر دي، آخدها كوبي، وأجي هنا مع الفلتر. واجي على اي حاجه كده على اي فلتر واقول له اعمل لي فلتر لما الاكتيفيتي نيم يحتوي على كونتينز كلمه كلاستر، وهاضيف شرط تاني او الاكتيفيتي نيم كونتينز كلمه بينتينج. ولازم هنا اقول له all of the following ولا any of the following. اول اوف ذا فولوينج يعني لازم تطبق لي شرطين. هو هنا كده هيدور لي على اكتيفيتي في كلمه بلاستر وبينت. لو قلت له اوكي مش هيطلع لي حاجه لان ما عنديش اكتيفيتي واحد في كلمه بلاستر وبينت. ففي الحاله دي هقول له اني اوف ذا فولوينج، يعني دور لي على كلمه بلاستر او كلمه بينت. هقول له اوكي، هعلم هنا على علامه الفلتر واقول له ابلاي. هنا جاب لي بلاستر بس، مع ذلك احنا كاتبين البينتنج غلط. اشيل ده الفلتر ده واقول له ابلاي. هنشوف السبيلنج بتاع البينتنج ايه. هي مكتوبه بينت بس. خدها بينت، اجيب من الفلتر اقول له يا عم معلش احنا اسفين احنا كاتبين لك بينتنج هي بينت. واقول له اوكي، واعلم على الفلتر واقول له ابلاي. هنا بقى الموضوع عندي سهل جدا، ان هو جاب لي البلاستر وتحتيه البينت. اقدر على طول من هنا من البلاستر من الجراوند مثلا اقول له ده finish to start، ومن هنا finish to start، ومن هنا finish to start، ومن هنا finish to start، واخر واحدة من هنا finish to start. وابتدي اعمل run. اشيل بقى الفلتر من الفلتر هنا، اقول له all activities، بعد كده اقول له apply. هو جاب لي اوتوماتيك البينتنج وورك. طيب انا ممكن بقى ايه اخد من البينتنج وورك ده وابتدي ارسم بقيه الاعمال. انا هقول له لما البينتنج وورك يخلص يبقى لازم تكون الميتر وورك خلصان فينش تو فينش، وتكون البينتنج كمان خلصان. انا بحاول انوع في العلاقات على قد ما اقدر علشان الناس كلها تبقى عارفه العلاقات كده فينش تو فينش. وممكن ادي بقى الميتر وورك مثلا اديها لاج مثلا 5 ايام، يعني الميتال وورك تكون خلصانه بعد ما البينتنج يخلص بخمس ايام. بس الدورز تكون خلصانه مع البينتنج وورك بس قبليها بخمس ايام، يبقى سالب 5. وتعالى نعمل ران ونشوف الفرق ما بين الاثنين. بص حضرتك هنا ان الميتال وورك خلصت بعد البينتنج بخمس ايام، وهنا الدورز خلصت قبل ما البينتنج تخلص بخمس ايام. فهي دي الفكره بتاعت اللاج finish to finish. برضو هعمل من هنا finish to finish، وهنا finish to finish. اطبق ده على البنود كلها اللي عندي finish to finish، ده finish to finish، هنا برضو finish to finish، وهنا finish to finish. وهبتدي احط العلاقات اللي احنا قلناها. الميتر وورك هنحطها بعد الدهانات بخمس ايام، والدورز قبل الدهانات بخمس ايام. طبق كل ده تاني، 5 هنا بالموجب وهنا سالب 5.
نيجي على الثيرد فلور كمان، قول له البينتينج الميتا اللي هيخلص بعدها بخمسة، والدورز هتخلص قبل البينتينج خمس ايام، واخر دور الروف هنا خمس ايام، وهنا الدورز سالب خمس ايام. وهعمل ران للبرنامج علشان يجيب لي بقية العلاقات. طيب كده انا خلصت الفاينل فينيشز. شايفين الموضوع سهل جدا ازاي؟ نيجي على الالكتريكال ووركس. انا عندي في الكتريكال ووركس فيرست فيكس، يعني اللي هي بيقصد بيها دايما الحاجات اللي جوه المباني. يعني انا بعمل مباني، بعد كده بعمل تاسيس الكهرباء، بعد كده بشتغل بلاستر. يبقى اصبح البند ده انترميديت او متوسط ما بين المباني والبلاستر. طيب انا عايز اربط البند ده ببند المباني، فممكن اجي على بند المباني، هاخد الفلتر، فاكرين الفلتر اللي احنا عملناه، هاخد الماسونري واجي على الفلتر بتاعي واقول له كونتينز ماسونري، وبعد كده اعمل اوكي. اوكي مفيش حاجه هتظهر ايه ما طبقتش، وهرجع اخد بقى هنا كده على الالكتريكال فيرست فيكس واقول له كوبي، ومن الفلتر اقول له اديني كمان الالكتريكال فيرست فيكس واقول له اوكي واطبق الفلتر دوت. الفلتر ده جاب لي اعمال المباني واعمال الالكتريكال فيرست فيكس. علشان اعمل ايه بقى؟ علشان اربط ده بده، فهقول لده فينيش تو ستارت، وده فينيش تو ستارت، وده فينيش تو ستارت، وده فينيش تو ستارت، واخد كل البنود فينيش تو ستارت. طيب بعد ما عملت ده انا عايز بقى اربط الالكتريكال وورك، اشيل الفلتر من اول اكتيفيتيز هنا بشيله، عايز اربط الالكتريكال وورك باعمال البلاستر. فهقول هجيب بقى اعمال البلاستر كوبي، واروح على الفلتر بتاعي، وبدل ما انا كنت حاطط ماسونري هجيب بلاستر، بحيث ان هو يظهر لي اعمال البلاستر واعمال الالكتريكال فيرست فيكس. طيب هنا انا بقول له، عايز اقول له حاجه، عايز اقول له البلاستر مش هينفع يبتدي او مش هينفع يخلص غير لما تكون الالكتريكال وورك خلصانه، وفي فرق ما بينهم كمان خمس ايام. فانا هدي ده فينيش تو فينيش، وهدي ده خمس ايام. تعال نشوف كده العلاقه دي هتدينا ايه. شوف حضرتك اتحرك هو اوتوماتيك خمس ايام. هاخد ده فينيش تو فينيش وهديله خمس ايام. برضه هاخد ده فينيش تو فينيش وهديله خمس ايام. وده فينيش تو فينيش برضه معاه خمس ايام، واخر واحد فينيش تو فينيش وهديله خمس ايام، ونبتدي نعمل ران للبرنامج بتاعنا، وبعد كده اشيل الفلتر. كده انا ربطت الالكتريكال ووركس بالمباني، وربطتها بالبلاستر. تعال نرجع لكم تاني يا جماعه ونسالكم، يا ترى لغايه دلوقتي متابعين معانا؟ طيب هنقفل بقى يا جماعه الفول ده وهنكمل تاني. انا بس ربطتها جست 130 فينش تو فينش، انا بس بوري لك اشكال العلاقات، لان لو عملت كل حاجه فينش تو ستارت او ستارت تو ستارت مش هتعرف يعني ايه فينش تو فينش. انا بحاول انوع في العلاقات على قد ما اقدر علشان الناس كلها تبقى عارفه
ايه هي انواع العلاقات اللي موجوده في البريمافيرا؟ طيب تمام، هنرجع تاني يا جماعه نكمل في البريمافيرا. دلوقتي احنا ربطنا الالكتريكال وورك فيرست فيكس، عندنا الالكتريكال وورك فاينل فيكس اللي هو بيبقى اللايتنج فيكتشرز، المفاتيح، اللمبات، الحاجات دي، ودي المفروض بتبتدي مع اول وش من الدهانات. فانا عايز اربطها مع البينتنج، فانا هاخد هنا كلمه بينت واروح على الفلتر بتاعي اقول له بدل بلس دي خليني بينت، واجي هنا بدل الفيرست فيكس هخليها فاينل فيكس. ونشوف هيطلع لنا ايه. هو هنا جاب لي الالكتريكال وورك فاينل فيكس والبينتنج. فانا هخلي الالكتريكال وورك فاينل فيكس تبتدي بعد البينتنج ب 10 ايام. بعملها هنا ستارت تو ستارت، وهنا ستارت تو ستارت، ستارت اسف، ستارت ستارت، دي كمان ستارت تو ستارت، وهنا ستارت تو ستارت. وهاجي في اللاج بتاع دول كلهم احط 5 ايام لكل واحد. هنا 5 ايام، هنا كمان 5 ايام، هنا 5 ايام، هنا كمان 5 ايام، هنا 5 ايام. وهعمل ران للبرنامج بتاعي. طيب ارجع تاني بقى للبرنامج ككل، القى عليه نظره. انا بقى عندي الالكتريكال فيرست فيكس عارف هو هيبتدي امتى ويخلص امتى، والالكتريكال فاينل فيكس برضو عارف هيبتدي امتى وهيخلص امتى. طيب يجي عندي الميكانيكال ووركس. ميكانيكال ووركس اللي هي لو في حاجه ريزيدنشال او مبنى، يعني تبقى اعمال المواسير، اعمال ال، ودي غالبا ما بتبقى بنفس السيكونس بتاع الالكتريكال وورك والفاير فايتنج وورك، نفس الحكايه. فالميكانيكال والفاير فايتنج هياخدوا نفس السيكونس بتاع الالكتريكال. فكده انا وصلت تقريبا ان البرنامج بتاعي مدته 415 يوم، هيبتدي في 13 جون 2011 وهيخلص في 11 جون جانيوري 2013. طيب في حاله من الحالات مثلا ان هو مثلا انا عايز بدل ما يخلص 11 جون 2013 عايزه يخلص قبليها بكام يوم، وعايز اعدل في الديوريشن بتاعت كل البنود دي، عايز انقص من كل واحده فيهم مثلا 3 ايام. ممكن اعمل حاجه ظريفه جدا، حاجه اسمها جلوبال تشينج. هاجي من التولز، من جلوبال تشينج، هاجي على اي واحده من دي واقول له موديفاي. عايز اقول له من هنا اول شرط هسيبه فاضي، ثاني شرط هنا هاجي اقول الاوريجينال ديوريشن بتساوي الاوريجينال ديوريشن ناقص 3 ايام. هنا بقول له ايه؟ بقول له خلي لي كل الديوريشنز اللي عندك دي نقص لي منها 3 ايام، وهقول له تشينج. هنا قال لي ادي الاولد فاليو 25، النيو فاليو بقت 22، وطبق لي الكلام ده كله على كل الاكتيفيتيز اللي عندي. هقول له هنا كوميت تشينجز، وبيقول لي عايز سيف اللوج، اقول له لا، وبعدين اقول له اوكي، واعمل ران للبرنامج. الاقي هنا ان ديوريشن اوتوماتيك رجعت ل 24 اكتوبر 2012. دي تركه بسيطه بتعلمنا ازاي لو احنا عايزين نغير حاجه في البرنامج ككل، نغيرها كلها مره واحده بدون ان احنا نغير في واحده واحده من البرنامج. معلش انا عارف ان محاضره النهارده تقيله شويه، فيها معلومات كتيره.
بس انت لو حضرتك قريتها كده او سمعتها اكتر من مره هتلاقي ان الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. خليني ارجع لكم تاني، هوقف الشيرنج ونرجع لكم لو حد عنده اي اسئله في الحاجات اللي احنا عملناها النهارده. واحنا بنتكلم مع بعض كده انا هبعت الملف. خليني ارجع لكم الشير تاني، معلش انا هرجع لكم الشير علشان تشوفوا ازاي هنعمل اكسبورت لملف البريمافيرا. دلوقتي انا عندي ملف البريمافيرا اهو او المشروع بتاعي، انا عايز اعمله اسيفه في مكان على الهارد بتاعي او كده، فباجي من فايل بقول له اكسبورت وبختار اصدار البريمافيرا اللي انا عايزه، بعد كده بقول له نيكست وبقول له اختار البروجكت وبقول له البروجكت نيم اللي انا عايز اعمله اكسبورت وبحطه في المكان اللي انا عايز احطه فيه، مثلا احطه في السي مثلا، بقول له سيف وفينش كده، يبقى البرنامج اتعمل له اكسبورت. دي بس كانت حاجه اخيره يعني. حد عنده اي سؤال في محاضرة النهاردة؟ طيب خلينا نسأل برضو، شوف لو حد عنده سؤال وانا بتكلم وانا بس منتظر لسؤال حضراتكم، هبعت لكم على الجروب الملف ده بتاع البريمافيرا علشان الناس تكمل بقى الميكانيكال والفاير فايتر. تابع المحاضرات اللي فاتت كلها مرفوعه على اليوتيوب شانل بتاعتي او على الروابط بتاعت الاكاديميه، وتقدر حضرتك تشوف المحاضرات السابقه كلها وتكمل معانا في اللي جاي، مفيش مشكله. في سؤال للبشمهندس وليد، بمعنى زي انهاء اعمال البلاستر بنهايه اعمال الكهرباء بخمس بلاك 5 ايام، هل ده معناه انه ممكن ينتهي بعدها بفتره بس ما تقلش عن 5 ايام؟ ما تزيدش يعني. هو احنا بنقول له ان اعمال البلاستر مش هينفع تخلص غير لما يكون الكهرباء خالصه بخمس ايام، لكن ممكن تزيد عن كده لو النشاط فيه فلوت او فيه سماحيه ان هو يتاخر بدون ما ياثر على مده المشروع ككل. هو لسه في البرنامج اللي هو بتاع الشوب دروينجز والماتيريالز، بس الشوب دروينجز والماتيريالز عشان نعرفها لازم نكون عارفين احنا عايزين نبتدي امتى كل نشاط ونخلص امتى، علشان بنراجع نعرف احنا المفروض نعمل الشوب دروينج بتاعته امتى والماتيريالز بتاعته امتى. على الجروب انا بعت البرنامج على الجروب بحيث الناس كلها تقدر تفتحه وتكملها. تجهيز المواد للحلقه. طبعا يا جست 135 مفيش وجه مقارنه بين المايكروسوفت بروجكت والبريمافيرا، البريمافيرا احسن كتير. طيب ممتاز، الناس كلها يا جماعه يا ريت تاخد الملف بتاع البريمافيرا ده وتكمل الانشطه اللي باقيه بتاعت الفاير فايتنج وبتاعت الميكانيكال زي ما عملنا الالكتريكال، وان شاء الله المحاضره الجايه هنظبط بقى الديوريشن كله بتاع المشروع ونبتدي نحط المايل ستونز بتاعتنا اللي احنا عايزين نحطها، امتى الستارت امتى الفينش، في انترميديت مايل ستونز، هنحط الشوب دروينجز امتى المفروض تتعمل وامتى المفروض تاخد موافقه من الاستشاري، هنحط الماتيريال امتى المفروض نقدم الماتيريال للموافقه علشان تاخد موافقه من الاستشاري علشان نبتدي نعملها بروكيورمنت عشان توصل في الميعاد الفلاني علشان البند بتاعنا يبتدي في الميعاد المحدد بتاعه. وصل يا باشمهندس احمد، بس انا ما فتحتوش الحقيقه لسه والله.
فيديو المحاضره السابقه والمحاضره دي ان شاء الله هرفعهم الاثنين مع بعض. انا بعتذر يا جماعه ان انا فعلا الفتره اللي فاتت كنت مشغول جدا فما قدرتش ارفع فيديو بتاع المحاضره اللي فاتت. المحاضره الجايه يوم الثلاثاء ان شاء الله. نتمنى ان الناس كلها كده تبص على البرنامج وتفتحه وتحاول تعمل العلاقات الباقيه بتاعت الانشطه، وانا ان شاء الله يمكن النهارده بالليل او بكره ان شاء الله هبقى هرفع المحاضرات اللي فاتت على اليوتيوب وهبعت لكم على الجروب اقول لكم انها تروح. طيب شكرا لكم جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.